بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الموسم. بنتكلم خلاص في 24 ساعة ويختتم الأهلي الموسم القروي الحالي بحوالي أكثر من 60 مباراة، مباريات محلية، مباريات إفريقية، مباريات دولية في كأس العالم للأندية. اليوم هو التدريب الأخير للنادي الأهلي على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة المصري غدا في الدور ربع النهائي لكأس مصر، ثم تتوقف البطولة استعدادا للموسم الجديد اللي بالتأكيد هينطلق إن شاء الله في شهر 9. هل يبدأ الموسم بدوري أبطال إفريقيا؟ هل يبدأ بأجندة منتخبنا الوطني اللي عنده مباراة مع إثيوبيا بشكل رسمي يوم 8/9؟ أم هناك فرصة لبداية الدوري قبل بداية الأجندة الدولية؟ كل ده بالتأكيد هنعرفه في الفترة اللي جاية مع اجتماعات عديدة لرابطة الأندية والأندية مع اتحاد الكرة لتحديد أجندة الموسم القادم. ولكن اليوم هو التدريب الأخير للفريق، غدا المباراة الأخيرة للفريق وبعدها أجازة وراحة سلبية استعدادا لمعمعة موسم قادم مليء بالبطولات والمباريات في جميع الأصعدة. بالتأكيد حلقة النهاردة هنلقي فيها الضوء على استعدادات الأهلي لمباراة المصري، كيف يواجه كولر فريق المصري، فريق المصري بقيادة فنية جديدة بعد تولي علي ماهر. النهاردة كمان عندنا حدث مهم جدا، زيارة الوفد الأفريقي لاستاد القاهرة الدولي، مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اجتماعات منذ الصباح الباكر. هذا الوفد هيكون المسؤول عن تنظيم بطولة الدوري الأفريقي الممتاز الذي تحدد رسميا موعد انطلاق البطولة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر. كل الكواليس وكل الأخبار وكل التفاصيل هتكون معانا حصريا على شاشة قناة الأهلي، حلقة مليئة بالكواليس كالعادة زي ما أنتم متعودين مننا. لكن نروح نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وعايز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي في مباراته الأخيرة في هذا الموسم أمام المصري غدا في مواجهة المصري في كأس مصر، وكمان توقعاتكم على نتيجة اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال توقعاتكم للتشكيل ونتيجة اللقاء من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم، خاصة هي المباراة الأخيرة في الموسم الحالي. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المصري في كأس مصر. وفي الترند المحلي، الجابوني مبيامي حكما لمباراة مصر وإثيوبيا. وفي الترند العالمي، تشافي يعلن رحيل ديمبلي عن برشلونة، صفقة مهمة جدا عقدها باريس سان جيرمان منذ ساعات قليلة جدا، انتقال عثمان ديمبلي من برشلونة إلى البي اس جي، صفقة مهمة جدا. وأخيرا النهاردة في الترند العالمي معانا خبر عن الميريكاتو في الدوريات الأوروبية، دايما متعودين على الميريكاتو في الدوريات الخليجية وتحديدا في المملكة العربية السعودية، ولكن النهاردة خارج السياق شوية، انتقال لعيب من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. نخرج إلى فاصل ونواصل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة في زيارة تاريخية وزيارة مهمة جدا للوفد الخاص أو المسؤول عن الدوري الأفريقي الممتاز. هذا الوفد هيكون مسؤول من A to Z على كل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة اللي هتنطلق في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر. معاكم على الشاشة لقطات خاصة وحصرية من استقبال هذا الوفد صباح اليوم في مقر استاد القاهرة الدولي. شايفين طبعا مسؤولين من النادي الاهلي، المهندسه حنان الزيني مسؤوله اللوائح واداره اللوائح والتراخيص، الاستاذ خالد نصار مدير اداره المسابقات في الاتحاد الافريقي، دكتور عمرو محب هيكون قائم باعمال بالتاكيد الترجمه والمسؤول عن العلاقات الدوليه في النادي الاهلي، طبعا دكتور وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئه استاد القاهره، وكمان وفد رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي ومن الشركه الايطاليه والفيفا اللي هيكونوا مسؤولين عن تنظيم هذه البطولة في القارة الإفريقية خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر. الوفد بيضم حوالي، وطبعا زميلنا محمد ثابت طبعا أحد المسؤولين الإعلاميين اللي كان بيعمل لفترات طويلة في الاتحاد الإفريقي في الفترة السابقة، يبقى ليه دور إعلامي بالتأكيد في السوبر ليج،
فالوفد اللي موجود النهارده انتوا بتتكلموا في حوالي 11 جنسيه من جميع انحاء العالم، ما بين برازيلي وامريكي وفرنسي ويوناني وايطالي وايطالي، يعني اكتر من جنسيه ليهم دور كبير جدا في مساله الامور التنظيميه الخاصه بالسوبر ليج او المسمى الجديد طبقا لما ذكره باتريس موتسيبي في الكونجرس الاخير في الاتحاد الافريقي، يعني اسمها الدوري الافريقي الممتاز. مش عايزين يقرروا اسم السوبر ليج عشان سمعة الاسم هذه البطولة في القارة الأوروبية يمكن عمل صدى سلبي كبير جدا، فمش عايزين يقرروا نفس الاسم في القارة الإفريقية عشان يقدروا يتعاقدوا مع عدد كبير جدا من الرعاة في الفترة اللي جاية. طبعا خالد نصار مدير إدارة المسابقات في الكاف مع المهندسة حنان الزيني مع الأستاذ وليد عبد الوهاب بيشرحوا وبيتكلموا على جاهزية استاد القاهرة. استاد القاهرة على فكرة كان فيه زيارة مسبقة قبل كده من كذا شهر وطلبت بعض الامور الخاصه ب يعني تجهيز الاستاد لاستضافه البطوله، لان الاستاد مطلوب فيه اجراء ثلاث تعديلات. زي ما انتم شايفين دي الماسوره الفي في اي بي مطلوب فيها بعض التعديلات، الماسوره الاماميه اللي قدام اللي هي ماسوره الفي اي بي ايضا مطلوب فيها بعض التعديلات، وماسوره الاعلام كمان مطلوب فيها بعض التعديلات. من قدام يعني قدامنا كده من اللقطات اللي احنا شايفينها المقصورة الإعلام هي أكتر مكان نقدر نقول ابتدى فيه الشغل، يعني المقصورة بالكامل تم تغيير كل المقاعد اللي فيها عشان يتم تحديث مقاعد جديدة، يتم تركيب أدوات جديدة. المقصورة الإعلام مطلوب فيها متطلبات كثيرة جدا تواكب الأحداث الأخيرة اللي نظمت في كأس العالم في الدوحة في قطر، فبالتالي الكاتيجوري أو المتطلبات اللي كانت مطلوبة في تنظيم البطولات في كأس الأمم 2019 الكلام ده كان من 4 سنين، فدلوقتي المتطلبات زادت، فمقصورة الإعلام هتواكب التطورات اللي موجودة حاليا في استضافة أكبر الملاعب للأحداث الدولية. فمقصورة الإعلام هيتم العمل عليها بمتطلبات الفيفا في 2023. طبعا هم بيتفقدوا بيشوفوا مقصورة الفي آي بي طبعا مكان مهم جدا، ده مدخل كبار الزوار، فمدخل كبار الزوار مع مدخل الفي اي بي المداخل هتبقى ازاي، التواجد لكبار المسؤولين هيكونوا فين. طبعا شفنا كمان لقطات من ارضيه الملعب، يمكن ارضيه الملعب احنا عارفين ان الفتره الاخيره كان استضافه مباريات كتيره قوي، واستاد القاهره تحمل استضافه مباريات كتيره في الفتره الاخيره عشان انجاز عدد من المباريات في نهايه الموسم، فكان مطلوب ان الاستاد يستقبل ماتشات كتير، ولكن خلاص الاستاد حاليا أصبح مغلق للصيانة، فالبذرة الصيفية الفترة اللي جاية، البذرة الشتوية، كل التفاصيل دي أكيد إدارة الاستاد هتشتغل عليها عشان يكون الاستاد جاهز لاستقبال مباريات السوبر ليج في الفترة اللي جاية. وأثناء إقامة هذه المباريات لن تقام أي مباريات محلية على استاد القاهرة لغاية لما الأهلي يخلص المشوار المحلي أو المشوار الإفريقي في هذه البطولة، لأن الاستاد هيكون فيه بعض الأمور الخاصة بالدعاية والإعلان والأمور الخاصة بالدوري الأفريقي، فبالتالي مش هينفع تقام مباريات أخرى أثناء استضافة الأهلي لهذه المباريات. كمان بيشوف الباركينج، العربيات، مكان الانتظار بيبقى فين. طبعا مهم جدا كمان أن مسؤول الاتحاد الأفريقي، يمكن أنا شايف في الصورة الأستاذ خالد نصار مدير إدارة المسابقات، يعني وفد مهم جدا كمان من الكاف بيتابع مع الشركه الايطاليه، لان انت بتتكلم على اكتر من جهه منظمه. دي المقصوره الاماميه الفي اي بي، انت بتتكلم على الشركه الايطاليه، دي شركه تم اسناد ليها تنظيم البطوله، وهتتعاون مع الاتحاد الافريقي كجهه منظمه للبطوله، والانديه اللي هتشارك في البطوله هي انديه هتشارك في التنظيم وليها جزء كبير جدا من العمليه التنظيميه. وعشان كده النهارده في اجتماع مهم في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم، الاجتماع ده حاليا موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره، بدا حوالي الساعه 4 العصر، وحاليا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في استقبال هذا الوفد للحديث عن بعض التفاصيل المتعلقه بتنظيم البطوله خلال الفتره اللي جايه. هذا الوفد كان موجود في الاربعه ايام الماضيه في تونس وفي المغرب، التقى بالمسؤولين في نادي الوداد، التقى بالمسؤولين في الجامعه المغربيه، ثم التقى ايضا بمسؤولي نادي الترجي ومسؤولي الاتحاد التونسي الجامعه التونسيه. طبعا جوله تفقديه في كل مداخل
ماسوره الفي اي بي والفي في اي بي، لان دول اكتر مكانين مطلوب اجراء عدد من التعديلات عليهم في الفتره اللي جايه. بدا الشغل؟ بدا الشغل. شايفين؟ يمكن ده الجزء الجانبي المتعلق بالدرجه الاولى المواجه للدرجه الثانيه. طبعا ارضيه الملعب اكيد هيبقى فيها شغل كتير قوي الفتره اللي جايه. مسؤول الشركه الايطاليه هينزلوا اكيد لارضيه الملعب، يبصوا على النجيله، يبصوا على الارضيه. الجزء اللي قدامنا هناك ده المقصوره الاماميه. من جزء المتعلق بتفقد المقصوره الاماميه انك بتقعد بتشوف الكراسي، بتشوف الحركه، حركه الجماهير هتبقى في المقصوره الاماميه عامله ازاي؟ هل المساحه تسمح ان يكون في عدد متاح بالنسبه للحضور الجماهيري ولا لا؟ نزلوا ارضيه الملعب، هيبصوا على التراك، هيبصوا على النجيله. الزياره السابقه بصراحه بامانه الشركه الايطاليه لما تفقدت 8 ملاعب، الملعب الوحيد اللي يعني خد اشاده كبيره جدا بخصوص ارضيه الملعب كان استاد القاهره، بس طبعا ده قبل الصوره اللي احنا شايفينها، لان الصوره اللي احنا شايفينها كان الاستاد يعني تحمل ضغط ماتشات كتيره جدا عشان الموسم، ولكن لما نزلوا ارضيه الملعب قالوا استاد القاهره من الملاعب او الملعب الوحيد اللي مش محتاج اجراء اي تفاصيل على ارضيه الملعب. ولكن طبعا اهو بصوا بقى الاجهزه والامور الخاصه بارضيه الملعب، كمان بيبقى في لقاء مع المسؤول عن ارضيه الملعب، صوره تذكاريه وجماعيه مع كل المسؤولين والوفد اللي موجود. استاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئه الاستاد اكيد اتكلم بقى على جاهزيه الاستاد، الترتيبات اللي بتتم في الاستاد، ماسوره الاعلام الشغل عليها بيتم ازاي. زي ما انتم شايفين يعني كل التفاصيل الخاصه بالاستاد الناس كلها بتتكلم عليها وبتشوف اخر التطورات عشان بيترفع بيها تقرير بيتم ارساله للشركه الايطاليه والاتحاد الافريقي. طبعا هم دلوقتي متجهين الى ماسوره الاعلام، بيتكلموا على ماسوره الاعلام، ايه اللي ممكن يتقدم فيها، الشغل اللي بيحصل فيها دلوقتي، وسائل الانترنت اللي ممكن، الخدمات الاعلاميه اللي بيتم تقديمها للصحفيين. طبعا هيكون في صحفيين من كل انحاء العالم. على فكره البطوله دي مش هتتغطى بس لو الاهلي مثلا واجه سيمبا، مش الاعلام المصري والاعلام التنزاني، لا، الشركه الايطاليه بتحاول تسوق البطوله، فيكون في دعوات لعدد كبير جدا من وكالات الانباء عشان تيجي تغطي البطوله، لان البطوله دي بطوله تجريبيه للبطوله اللي عايزين يعملوها في الاتحاد الاوروبي في الفتره اللي جايه. فبطوله مهمه جدا، الناس بتحاول تقرب من كافه التفاصيل المتعلقه بتنظيم هذه البطوله. الانديه على فكره هيكون لها جانب كبير جدا من التنظيم. يعني جرى العرف ان دايما الاتحاد القاري او الاتحاد الدولي لما بينظم بطوله بيبقى هو مسؤول عن التنظيم من A to Z كل التفاصيل، ولكن في اطار التطوير اللي عايزين يعملوه في القاره الافريقيه، في البنيه التحتيه، في الملاعب، في المنشات، في ميزانيات الانديه، تطور عمل مسؤول الانديه، لا كمان كل الادارات العامله في الانديه هتشارك في تنظيم البطوله. بتتكلم على الاداره الماليه، بتتكلم على اداره الاعلام، اداره المباريات، كل الادارات التنظيميه اللي ليها علاقه بالمباريات دي، قاعه البريس كونفرنس، قاعه المؤتمر الصحفي. طبعا كل الدعايه اللي موجوده في الحاجات دي كلها هتتشال، لان هيبقى في بقى جهات مسؤوله عن تنظيم البطوله، هيكون لهم اكيد سبونسر ورعاه بيغطوا كل جوانب الملعب في جميع الاتجاهات. طيب في زياره مهمه جدا النهارده كمان للنادي الاهلي، نفس الوفد ده النهارده هيلتقي بعدد من المسؤولين في النادي الاهلي على راسهم الكابتن محمود الخطيب اللي حاليا عامل اجتماع مع الوفد بيتكلم معاهم في كافه التفاصيل. نطلع نشوف الاول الاستاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئه استاد القاهره قال ايه على الزياره، ونرجع لسه عندنا تفاصيل ثانيه ولسه هنشوف النهارده اسباب الزياره والاجتماع حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. نرحب باللجنة اللي كانت متواجدة معانا بقالها أكتر من ساعتين ثلاثة، هم كانوا بيحاولوا يوصلوا لأي حاجة، بس الحمد لله طبعا يعني ما فيش أي تعليقات على أي حاجة، لقوا العمل شغال، وإحنا إن شاء الله المفروض البطولة يوم 20/10، إن شاء الله إحنا على 1/9 هنكون جاهزين بكل الطلبات اللي هم طلبوها. هم جم النهاردة اطمنوا تماما، لقوا كل حاجة ماشية في النصاب المطلوب منه، وإن شاء الله يعني ممكن قبل 1/9 كمان
تكون خلصانه الحاجات اللي هم طالبينها كلها. اكتر حاجه المنطقه الصحفيه الاعلاميين اللي تم تطورها بالكامل على احدث تقنيه هم محتاجينها، دي اكتر حاجه يعني فيها شغل، وهم فعلا خلاص احنا في مرحله الانتهاء منها ان شاء الله. بعد كده مقصوره الرئاسيه شويه تعديلات فيها عملناها، بعد كده شوية تعديلات بقى في الأكسس بتاعت أرض الملعب برضو، كل ده الحمد لله يعني شركة الإنتاج الحربي هي اللي قايمة بالموضوع وبدأ بالموضوع باهتمام جامد جدا بتوجهات الدكتور أشرف صبحي، إن هو لازم قبل البطولة إن شاء الله نكون مخلصين الحاجات دي. هو طلعوا تعليقات في كل حاجة ممكن تحصل إلا أرضية الملعب، ودي طبعا عمرها ما حصلت. كل الأراضي اللي هم مروا عليها طلعوا فيها تعليقات، استاد القاهرة الحمد لله ما فيش أي ملحوظة على أرضية الملعب، وهم جم شافوا الصيانة وهي بتتم، وإن شاء الله الأمور هتبقى يعني ماشية في البطولة زي الفل بإذن الله. استاد القاهرة ده استاد مصر، مش استاد نادي الأهلي ولا استاد نادي الزمالك ولا أي حاجة، ده استاد مصر. احنا النهاردة نادي الأهلي بيمثل مصر، فاحنا عاملين كل دوت لأي فرقة هتمثل مصر احنا وراها. سيادة الوزير ما بيتأخرش على أي حد في أي حاجة، مهتم جدا 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 بالتفاصيل الخاصة بالبطولة، واحنا مش متأخرين. وزي ما انت شايف فريق عمل على اعلى مستوى، والساده الزملاء في استاد القاهره محدش متاخر، اقصى جهد بيتبذل. شايف الجو عامل ازاي، شفت الساعه 10 والساعه 11 الناس شغاله، يعني مش 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 جايين مفاجاه، لا ده بقالنا كذا اسبوع على هذا الوضع يعني. زي ما انتم شايفين كلام مهم جدا قاله الاستاذ وليد عبد الوهاب، وقال معلومة مهمة، قال قبل 1/9 هيكون تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالأمور في استاد القاهرة. التعديلات بتتم في المقصورة الرئيسية، المقصورة الأمامية، كمان مقصورة الإعلام، يعني بنتكلم في حوالي 28 يوم أو 29 يوم ويكون كل الأمور جاهزة في استاد القاهرة لاستضافة أول مباراة للأهلي في الدوري الأفريقي الممتاز. ممكن الناس تقعد تسألني تقول لي طب البطولة هتبدأ 2010، مباراة الأهلي في استاد القاهرة هتبقى إمتى؟ القرعة المفروض تتعمل في شهر 9 بنسبة كبيرة في تنزانيا، لأن البطولة زي ما قلت قبل كده ذهاب وإياب، مفيش حاجة اسمها البطولة في تنزانيا ولا البطولة في المغرب ولا الكلام الغريب اللي كان بيتقال الفترة الأخيرة، ما كنتش عارف الناس بصراحة جايبة الكلام ده منين. يعني الناس لفت على 8 ملاعب، معنى إن هي لفت على 8 ملاعب يعني الفرق دي كلها تستضيف المباراة على أرضها. فكرة الدورة المجمعة، الدورة المجمعة مين اللي افتكسها، مين اللي طلعها، ما أعرفش. دول هتقدم وتطلب تنظيم، يعني مين اللي افتكس الفكرة دي برضه مش عارف. يعني الناس راحت تونس وراحت المغرب وفي مصر وكانت في نيجيريا وكانت في الكونغو بتزور ملعب مازيمبي، فبالتالي الملاعب هتستضيف الماتشات. فين بقى الدورة المجمعة؟ مش عارف. يعني عارف انتوا عارفين لما حد يقول خبر فالناس كلها تمشي وراه من غير ما حد يحاول بس ايه يفكر، طب دورة مجمعة بناء على ايه؟ طب الملاعب اللي زاروها دي زاروها ازاي؟ ما دورة مجمعة يعني الملاعب دي كلها مش هتستضيف الماتشات، ما هو مش دورة مجمعة في 8 دول، الدورة المجمعة بتبقى في مكان واحد. لكن ما علينا، الايام بتعدي والايام بتثبت لحضراتكم يعني ان في ناس بتحاول قدر الامكان بتفتكس اخبار بتبقى غير صحيحه، والايام بتثبت ده. عموما استاد القاهره زي ما قال المدير التنفيذي لهيئه الاستاد هيكون جاهز يوم 1/9. طيب الاهلي المفروض في قرعه في شهر 9 في تنزانيا، ودي هيبقى على هامش ورشه عمل مهمه جدا، هنسمع ونشوف ساعتها بقى ايه اللي هيحصل في ورشه العمل الاخيره اللي هيكون فيها كل التفاصيل الاخيره. وقت ما تتعمل القرعه الأهلي مصنف إيه؟ تصنيف أول، مباراة الذهاب خارج أرضه، مباراة العودة على أرضه. فمن دلوقتي الأهلي هيلعب لقاء العودة في الدور الأول في الدوري الأفريقي الممتاز، نقدر نقول 24 23 25 أكتوبر، ده يعني ميعاد مبدئي للقاء العودة في الدور الأول في مرحلة النوك أوت في الدوري الأفريقي الممتاز. دي هتكون أول مباراة. الناس تقول لي طب الاستاد فاضي، الماتشات في البطولة دي الحضور فيها هيبقى ايه؟ شرط اساسي الحضور كامل العدد مش نسبة، شرط اساسي، والكلام ده هيتقال في خطابات رسمية خلال الفترة اللي جاية، لان البطولة دي اساسها الحضور الجماهيري. الشركة اللي بتنظم عايزة تكسب، فمش من مصلحتها تلاقي ملعب فيه 10,000 و20,000، شرطها الاساسي ملعب استاد القاهرة كامل العدد، استاد رادس كامل العدد، ملعب نادي الوداد ايا كان هيبقى ايه، مركب محمد الخامس، ايا كان الملعب كامل العدد،
ملعب لوفتس في بريتوريا سان داونز كامل العدد، الملاعب كلها كاملة العدد، فده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. كمان خلصت زيارة الاستاد، كابتن محمود الخطيب زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل يعني التقى بالوفد ورحب بيهم بالتأكيد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدامكم على الشاشة أهي لقطات خاصة وحصرية من استقبال الكابتن محمود الخطيب للوفد الخاص بالشركة الإيطالية ووفد الاتحاد الإفريقي هذه البطولة. وفد رفيع المستوى من النادي الأهلي، من الشركة الإيطالية، من الفيفا، من الكاف، عدد كبير. الكابتن محمود الخطيب حريص أنه هو يرحب بكل واحد من أفراد الوفد اللي موجود في النادي الأهلي. كمان متواجد دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب الكلام هيكون على إيه؟ الكلام هيكون على كذا جانب. أولا في جانب إداري مهم جدا، وهيكون يعني الكلام على التحضير للبطولة. في جانب طبي مهم جدا، عشان كده الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن الموضوع اللجان الطبية في النادي الأهلي حاضر في هذا الاجتماع عشان الجوانب الطبية. كابتن سمير عدل طبعا المدير الإداري للفريق الأول موجود عشان الجوانب الإدارية الخاصة بالفريق الأول. وفد الكاف شايفين طبعا عدد من المسؤولين، الأستاذ خالد نصار، الأستاذ أحمد سالم، عدد من المسؤولين في الاتحاد الإفريقي طبعا عشان يتكلموا بقى على النواحي التنظيمية والأمور الخاصة بتوقيت المباريات، ترتيب المباريات. والاجتماع ده على فكرة بيشمل جانبين، جانب مسؤولي الأهلي أكيد عايزين يسألوا لائحة البطولة، إيه الحقول ليا؟ إيه الواجبات اللي عليا؟ إيه المتاح ليا في هذه البطولة كنواحي تسويقية؟ لأن أنا بلعب في دوري أبطال إفريقيا بيبقى ليا الأدوار التمهيدية، حق الرعاية والإعلانات كلها ملك النادي، حتى البث الفضائي ملك النادي. لما بنتقل لمرحلة الجروب ستيج دور المجموعات من دور ال 16 بيبقى الحقوق التسويقية الاتحاد الافريقي بيديني فرصه ان انا اعمل اعلان على التي شيرت، ولكن في اتفاقيات او في لوائح في هذه الجزئيه. ولكن الدوري الافريقي الممتاز اكيد هيكون ليه جوانب ثانيه، اللي هيتم فيه ده اكيد هنعرفه من خلال هذا الاجتماع. جوائز البطوله، قلت لحضراتكم لوائح البطوله، الواجبات، الحقوق، التذاكر، قائمه كل فريق في البطوله. انا دلوقتي عندي قائمه افريقيه فيها 40 لاعب، القائمة المحلية فيها 30 لاعب. طب قائمة الفريق في الدوري الأفريقي الممتاز هتكون كام لاعب؟ هل هتبقى زي القائمة الإفريقية ولا هتبقى زي القائمة المحلية؟ هل هيجبرني إن أنا أشارك باللي موجودين في القائمة الإفريقية فقط، ولا ممكن يدي مساحة للأندية إن هو يجيب لعيبة معينة أثناء البطولة بس؟ على فكرة كل دي تساؤلات أكيد الأندية الثمانية بيتكلموا عليها، الأهلي، الترجي، الوداد، سان داونز، مازيمبي، سيمبا، إنيمبا، بيترو أتلتيكو، 8 أندية كلهم بالتأكيد عايزين يعرفوا كل التفاصيل. أنا هشارك في البطولة، طيب الانتقالات، السفر، الإقامة بتبقى على مين؟ هل عليا أنا كنادي زي ما بيحصل في دوري أبطال إفريقيا ولا على الشركة المنظمة؟ مجرد المشاركة، الحافز المادي كام؟ الوصول للسيمي فاينل هاخد كام؟ وصلت الفاينل هاخد جايزة أو مكافأة كام؟ عارفين كل الأرقام وكل التفاصيل وكل اللوائح ناس كلها بتسأل عليها عشان تعرفها. وأكيد من خلال هذا الاجتماع هيكون في رد كبير جدا على كل هذه النقاط، سواء أسئلة من جانب مسؤول الأهلي أو حتى تفاصيل هتعرضها اللجنة المنظمة والشركة الإيطالية ووفد الكاف والفيفا. عموما هنحاول قدر إمكان نقربكم من الحدث بكل تفاصيله رغم كل ما عرضناه، ولكن قدر إمكان هنحاول نعرف تفاصيل أكتر من خلال زميلنا محمد توفيق اللي متواجد منذ الصباح الباكر في بداية الزيارة في استاد القاهرة وحاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. محمد مساء الفل. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أولا بقى كل التفاصيل من خلالك، أنا قدر إمكان حاولت أقرب بس السادة من تفاصيل الزيارة واللقطات الحصرية اللي موجودة معانا النهاردة على شاشة قناة الأهلي، ولكن الأخبار والمعلومات وأنت بقى موجود في قلب الحدث، فكل الأرقام وكل التفاصيل معاك نسمعها منك، والأهلاوية أكيد عايزين يعرفوا تفاصيل جديدة بخصوص السوبر ليج أو تحديدا الدوري الأفريقي الممتاز.
في البدايه محمد، يمكن الكلام ده مش على لسان انا، ده على لسان يعني رئيس الوفد والمتحدث الرسمي باسم المجموعه اللي كانت موجوده النهارده في استاد القاهره وكمان من بعدها في النادي الاهلي. يمكن قال النادي الاهلي طبعا هو كبير افريقيا واحنا سعداء جدا بالتعاون مع النادي الاهلي ونكون في بطوله زي كده، وقال انا بقعد كل جمهور الكوره في مصر وجمهور النادي الاهلي ان دي اكبر بطوله افريقيه هيشوفوها على مدار التاريخ كله. احنا محمد من خلال طبعا وجودنا معاهم في استاد القاهره ومن بعد كده كمان الاجتماع اللي كان هنا في النادي الاهلي، انت بتتكلم امام بطوله عالميه، البطوله طبعا تحت مسمى الدوري الافريقي لكره القدم، ولكن كل المقاييس محمد الشغل اللي بتطلب الاشتراطات المطلوبه هي بطوله لا تقل اهميه او اشتراطات عن البطولات اللي بنظمها الاتحاد الدولي فيفا، واللي زي ما بنشوف دايما الاهلي المشارك فيها خاصه في كاس العالم للانديه. يمكن طبعا الجوله او اليوم النهارده ابتدى بجوله تفقديه لمراجعه الاشتراطات اللي كانت طلبتها اللجنه في زيارتها الاولى لاستاد القاهره. يمكن النهارده اتكلمت كمان وكان في لقاء باذن الله هيعرض على شاشه قناه النادي الاهلي مع المتحدث الاعلامي باسم المجموعه، اتكلم معايا وقال لي احنا راضيين جدا على اللي بيحصل في بعض الملاحظات، ولكن طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي ممثلا لمصر قادر على يعني انجاز كل الحاجات اللي اتطلبت والمطلوبه بعضها. كنا محمد يعني في شتى المجالات النهارده الناس يعني كل جزء في استاد القاهره تم تفقده من اللجنه ومراجعه الاشتراطات اللي طلبوها من قبل، بدايه من مداخل الاستاد محمد نفسها سواء الفي اي بي او كمان مداخل الجمهور العادي، مداخل الاعلاميين، مداخل اللاعبين، مقصوره كبار الزوار، كل دوت تم تفقده محمد، حتى يعني المكان اللي بيتم اعداد المأكولات والمشروبات فيه في كافه الدرجات المدرجات المختلفه تم مراجعته وتم يعني وضع بعض الحاجات المطلوبه او الاشتراطات المطلوبه الخاصه بهذا الشأن. كمان يمكن بيتم يعني حاليا محمد تغيير طبعا بعض كراسي المقصوره الرئيسيه وبعض الاشتراطات الخاصه بيها، وبالفعل يمكن تم العمل فيها وشغالين فيها على قدم وساق مع يعني مقصوره الاعلاميين محمد، يمكن تم هيكلتها بشكل كامل والاعمال جاريه حاليا فيها، كل وسائل الراحه المطلوبه لكل وسائل الاعلام هتبقى متوفره وموجوده زي ما بنشوف في بطولات كاس العالم ومش بطولات الاتحاد الافريقي فقط. يمكن كمان المصورين في الملعب في يمكن اشتراطات بيتم بالفعل برضو تنفيذها سواء يعني مصدر للانترنت دائم سواء مصادر للتيار الكهربي. هنا بقى كمان كان في النادي الاهلي يا محمد استقبال النادي الاهلي طبعا استقبال ولا اروع عليه وفد، الوفد طبعا محمد يعني من المهم جدا نذكر انه مكون من الفيفا الاتحاد الافريقي والشركه المنفذه للبطوله بالطبع. يمكن الاجتماع كان موجود فيه الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي يمكن كان موجود من خلال زوم، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على الترحيب بالضيوف والالتقاط الصور التذكاريه معاهم، يمكن دوت ساب اثر كبير جدا طيب لدى اللجنه الموجوده في النادي الاهلي، الاسطوره كابتن محمود الخطيب وتواجده وحرصه على استقباله ليهم. تم طبعا خلال الاجتماع محمد زي ما كنت بتقول في مقدمتك كافه التفاصيل، طبعا مش هينفع ان احنا نفصح عن اللي كان بيتم، ولكن كافه التفاصيل الخاصه بالبطوله من ايتو زد محمد تم مناقشتها، وطبعا يعني خبر حاصل معاك من الترند ان شاء الله باذن الله هيكون في الاسبوع الاول من سبتمبر ورشه عمل شامله يا محمد مفصله كل شيء في البطوله، هيتم عمل ورشه عمل مخصصه ليه سواء الاعلام، الجزء التجاري، الحضور الجماهيري، الامن، كل دوت هيتم عمل ورش متخصصه ليه في الاسبوع الاول من سبتمبر باذن الله رب العالمين. وكمان في مقادم من مواعيد هيبقى فيه اجتماعات تضم ممثلي كافه الانديه الثمانيه اللي ذكرتهم في مقدمتك المشاركين في اول نسخه من الدوري الافريقي لكره القدم. اكيد. طيب بعد الزياره دي في حاجات ثانيه هيقوموا بيها ولا خلاص كده تكون الزياره تم اختتامها بشكل كويس عشان الناس تستعد بقى للتحضير خلال الشهر اللي جاي؟ يمكن خلاص كده الزياره اختتمت. اخر بس فقره في الزياره، طبعا الناس كانت حريصه جدا محمد، يمكن هم دخلوا من مدخل النادي الاهلي المطل على النيل، طبعا شافوا بطولات النادي الاهلي والكؤوس اللي موجوده في المكان المخصص ليها في المبنى الاجتماعي، ولكن دلوقتي طبعا هم حريصين على اخذ جوله في النادي بشكل عام. يمكن كمان محمد من الحاجات المهمه جدا النهارده ان كان حاضر كل ممثلي النادي الاهلي اللي بيشتركوا في تنظيم البطولات، ليه طبعا زي ما قلنا المناقشه في ازاي المباريات هيتم تنظيمها، ايه الاجراءات اللي هتتم، زي ما قلت لك محمد محاكاه لنفس بطولات الفيفا سواء كاس العالم او حتى كاس العالم للانديه. يمكن كان حتى حريصين من الجزئيات اللي حريصين عليها هو حضور الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول، كان موجود لمناقشه بعض الامور الطبيه او الاشتراطات الطبيه اللي يجب توفرها في البطوله. وكمان يمكن لما اتكلمت معاه احنا كمان محتاجين نستفيد من خبرات الدكتور احمد ابو عبد بصفته يمكن شارك في اكثر من ثلاث نسخ من كاس العالم للانديه بصفته طبعا طبيب النادي الاهلي، كابتن سمير عدلي كمان كان موجود المدير الاداري لفريق النادي الاهلي، العميد علاء صلاح طبعا من اداره الامن، وكمان كان موجود الاستاذه حنان الزيني مسؤول اللوائح والتراخيص بقطاع كره القدم،
وكل المشاركين يا محمد، سواء القطاع التجاري، العلاقات العامه، كل المشاركين في كافه الجزئيات اللي بتبقى موجوده او الخاصه بتنظيم اي مباراه كانوا موجودين، وتم زي ما قلت لك مناقشه كل التفاصيل. وباذن الله زي ما قلت لك كمان وباكد، اول اسبوع في سبتمبر ان شاء الله هيكون في ورشه عمل هيتم مناقشه كل الحاجات فيها والرد على كافه التساؤلات، وباذن الله تخرج البطوله بالشكل المنتظر والمامول، وباذن الله يكون النادي الاهلي هو اول بطل ليها باذن الله رب العالمين. باذن الله. زميلنا محمد توفيق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمتابعه الخاصه لهذا الموضوع منذ الصباح الباكر، زياره للاستاد، زياره لمقر النادي في جزيره، اجتماعات مهمه جدا، وشيء رائع جدا التقاء الكابتن محمود الخطيب بالوفد والقاء كلمه وترحيب بيهم في مقر النادي الاهلي بالجزيره، نادي القرن في القاره الافريقيه. دي تفاصيل مهمه جدا، اول 9 ورشه عمل هيكون على هامش ورشه العمل قرعه البطوله، والاهلي يعرف المنافس هيلعب مع سيمبا ولا انيمبا ولا بيترو اتلتيكو ولا مازيمبي الكونغولي. نخرج الى فاصل ثم نواصل. طيب لسه عندنا كواليس تانية، لان في لقاء مهم جدا مع المتحدث الاعلامي للدوري الافريقي الممتاز اللبناني الاستاذ طارق سرحان. نطلع نشوف قال ايه مع زميلنا محمد توفيق. طارق سرحان المتحدث الرسمي باسم الدوري الافريقي، يعني بنرحب بيك في البدايه داخل النادي الاهلي. اتكلمنا عن زيارتكم النهارده لاستاد القاهره وانطباعاتك عن الاشتراطات اللي طلب تنفيذها. شكرا كتير. كنا كتير مبسوطين باللي شفناه اليوم، وكمان بالاجتماع حظنا كان حلو، شفنا كابتن بيبو جا سلم علينا، وكمان كنا قاعدين مع المهندس خالد ودكتور محمد كمان، وكتير انبسطنا. وعن جد لازم اقول انه النادي هون والفاسيلتيز شيء رائع، وكنا كتير مبسوطين بشو شفنا اليوم. النادي الاهلي طبعا هو اعظم الانديه في افريقيا واكثرها تتويجا بالبطولات، يعني مشاركته في البطوله شايفها ازاي، ومدى رضاك زي ما قلنا عن الاشتراطات اللي تم تنفيذها في استاد القاهره؟ ما فهمت. بنتكلم عن مشاركه النادي الاهلي في البطوله وقيمتها، وكمان النهارده عن رايك في اللي شفته في استاد القاهره. قيمه البطوله؟ النادي الاهلي ومشاركته في البطوله. هذا اهم كلب بكل افريقيا والعالم كله، كمان عنده اسم كتير قوي، وعن جد كتير مبسوطين انه النادي يقدر يكون بالمباراه تبعيتنا، وان شاء الله يعملوا منيح، ان شاء الله يعملوا منيح. جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، الرساله اللي بتقولها لهم وتوعيدهم باللي هيشوفوه في الدوري الافريقي متميز عن كل البطولات اللي قبل كده. هيدي هتكون احسن بطوله بافريقيا، وانبسطوا لانه هتشوفوا عن جد مباراة رائعة. شكرا. شكرا لكم، شكرا. ده أول ظهور إعلامي للمتحدث الرسمي للدوري الأفريقي الممتاز اللبناني الأستاذ طارق سرحان، كان متواجد حتى في العديد من زيارات الوفد في الفترة الأخيرة لعدد من الدول. طيب الزميل الأستاذ محمد ثابت المدير الإعلام السابق في الاتحاد الأفريقي ومدير الإعلام للدوري الافريقي الممتاز، ايضا كان ليه لقاء مع زميلنا محمد توفيق. تعالوا نسمع ونشوف اخر التطورات الخاصه بالاداره الاعلاميه لهذه البطوله الكبيره اللي هتنظم في الفتره من 20 اكتوبر حتى 11 نوفمبر. الزميل العزيز الاستاذ محمد ثابت مدير الاعلام في الدوري الافريقي لكره القدم، يعني برحب بك في البدايه، انت مش غريب على شاشه قناه النادي الاهلي ولا عن النادي الاهلي. يعني اتكلمنا بقى النهارده عن يمكن كان في زياره تفقديه لتفقد الاشتراطات اللي طلب الاتحاد الافريقي او اللجنه المنظمه تنفيذها، ومن بعدها كمان كان في اجتماعنا في النادي الاهلي، يعني اتكلمنا بشكل عام عن كل الاعدادات ومدى رضاء اللجنه كمان النهارده على شافوه استاد القاهره والاجتماع هنا في النادي الاهلي. خليني الاول توفيق ارحب بيك واشكرك على المقدمه دي، وانا اكيد سعيد ان انا بتكلم في قناه النادي الاهلي، واحد من اهم القنوات في الوطن العربي. من ناحيه الزياره التفقديه النهارده، زي ما انت سمعت زميلي طارق قال لك انه الوفد سعيد جدا بالفاسيلتيز او الامكانيات الموجوده للبطوله واللي بيتم، وناس شافت بعينيها النهارده انه في تطور، يعني زي ما احنا شفنا المقصوره بتاعت كبار الزوار بتتغير، مقصوره الاعلاميين نفسها بتتغير، في مجموعه من الملاحظات ان شاء الله باذن الله هتتغير، واحنا عارفين انه مصر يعني والنادي الاهلي قادرين ان هم يعملوا الملاحظات دي، لكن بشكل عام الناس مبسوطه جدا وحاسين انه هم موجودين في مكان يقدر ينفذ اللي بيشوفوه على مستوى العالم، سواء زي ما انت عارف في البطولات العالميه في ستاندرد معينه او في معايير معينه، احنا متاكدين ان شاء الله النادي الاهلي ومصر تقدر تقدم ده.
صفتك واجهة إعلامية مصرية مشرفة من شرف فيك في العالم كله، دي مش مجاملة، دي حقيقة. رسالة بقى لوسائل الإعلام المصرية عن البطولة، بتوعدهم هيشوفوا إيه من خلال البطولة؟ إيه الجديد في دوري الأفريقي لكرة القدم؟ البطولة دي تاني إحنا بنقول إن شاء الله بإذن الله هتبقى أكبر بطولة في أفريقيا. هي الهدف منها إن إحنا نعمل بطولة عالمية الناس تستمتع بيها على مستوى جماهيري، وعلشان نستمتع بيها على المستوى الجماهيري لازم الإعلام كمان يقدر يغطي الموضوع بشكل كبير أو بشكل كويس، لأن احنا عارفين أن التغطية الإعلامية بتساهم في انتشار البطولة ونجاحها. الإعلاميين طبعا إن شاء الله هيشوفوا تغيير من أول، مقصورة الصحفيين هتبقى مختلفة تماما عن اللي كانت موجودة الأول. الأماكن الإعلامية كلها من أول المصورين في أرض الملعب مجهزة بالإنترنت والكهرباء، الميديا تريبيون أو المقصورة الصحفيين تاني زي ما قلت لك اتغيرت، المركز الصحفي نفسه للصحفيين بيشتغلوا فيه، المؤتمر الصحفي بيبقى فيه توسعة. اللي احنا بنقدر نوعده دلوقتي ان ان شاء الله ان شاء الله البطولة دي هتبقى بطولة عالمية هتنجح من ناحية بإذن المسابقات يعني، ومن ناحية تانية الإعلامية، واحنا عارفين ومتأكدين الإعلام هو ليه دور كبير في نجاح هذه البطولة، عشان كده احنا مهتمين بيه جدا جدا جدا. شكرا بالتوفيق لك. شكرا، ألف شكر. طيب كده يعتبر غطينا جوانب كتيرة جدا متعلقة بهذه الزيارة، ويمكن لقطات خاصة وحصرية كل التفاصيل المتعلقة بالدوري الأفريقي الممتاز وماذا ينتظر الأهلي خلال الفترة القادمة. النهاردة من خلال برنامج الترند قدر الإمكان قربناكم شوية من الحدث، والفترة اللي جاية هيكون في تفاصيل أكتر ومهمة جدا، وإن كنت أتمنى وإحنا بنستعرض الزيارة يكون في مسؤول من اتحاد الكرة حاضر عشان يعرف إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية، ولكن حتى الآن ما ظهرش ليا اي مسؤول من الاتحاد عشان يشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه لتنظيم هذه البطوله، عشان اجنده المباريات حتى الفتره الجايه في موعدها يبقى فيها شكل متوازي مع البطولات المستحدثه وبطوله الدوري في الموسم الجديد. طيب ده جانب خاص بالدوري الافريقي الممتاز. في جانب تاني متعلق بمباراه بكره، بكره اخر مباراه للاهلي في الموسم، مباراه الدور ربع النهائي مع المصري، الفائز يتاهل لمواجهه انبي، ولكن ميعاد المباراه لسه هيتحدد بعد فتره لما يتم تحديد مواعيد مباريات السيمي فاينل والفاينل بالنسبة لكأس مصر. كل التفاصيل دي بالتأكيد هنروح لزميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة أيضا عشان نعرف منه آخر التطورات وكيف يستعد كولر لمباراة بكرة. عنده غيابات في خط الدفاع، منعم غايب، ياسر مصاب، متولي لسه راجع من إصابة، مفيش غير رامي هيلعب بخالد عبد الفتاح، وسط الملعب ممكن يلعب بفخري، قندوسي، ديانج. كل التفاصيل دي بالتاكيد هنسال فيها زميلنا كريم احمد. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار عندك، والتدريب بدا منذ لحظات فتطمنا على الفريق قبل مباراه بكره، والنهارده اخر تدريب على ملعب التتش واجازه وراحه بقى خلال الاسابيع اللي جايه. يعني طبعا يا محمد موسم شاق جدا الحقيقه بمبارياته وبطولاته العديده، يمكن خلاص مباراه الغد هتكون نهايه ان شاء الله، تكون فينش كبير جدا للنادي الاهلي بنتيجه واداء وتاهل ان شاء الله للدور القادم في بطوله كاس مصر. درجه الحراره صعبه شويه في هذا التوقيت في مقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن كالعاده لعيبه النادي الاهلي بجديتها الكبيره بتادي اداء مميز جدا في التدريبات. مستر كولر يمكن انت ذكرت طبعا الغيابات، هضم كمان عليهم محمد شريف، يمكن محمد شريف هيغيب عن المباراه الغد، وبشكل كبير بقى خلاص الفتره اللي جايه نبدا نشوفه ان شاء الله في المعسكر الخارجي اللي بيتم التحضير ليه بشكل كبير جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري. فيمكن محمد شريف بينضم للسوليه ومتولي وايضا كمان ياسر ومنعم، لكن مباراه الغد مباراه مهمه جدا محمد، طبعا انت عارف النهايه والفينش لابد يكون مهم، عشان كده التحضير النفسي كان اكثر من رائع لمستر كولر لاكد على اهميه هذه المباراه، اهميه ان احنا ندخل المباراه بشكل جيد جدا. راجل يمكن قبل بدايه التدريب كانت محاضره 25 دقيقه اكد على اهميه النهايه، الجمهور منتظر هذه المباراه الاخيره ان هو يفنش الموسم النادي الاهلي باداء ونتيجه كالعاده. مباراه طبعا على استاد برج العرب غدا في تمام الساعه 6، ان شاء الله باذن الله محمد تكون يعني مباراه جيده لفريق النادي الاهلي اداء ونتيجه. وايضا كمان بقى معانا متسع من الوقت خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله، ويمكن هنقول خبر خلال الفتره اللي جايه يعني كريم فؤاد واكرم توفيق، يمكن اكرم كمان قبل كريم فؤاد، يعني المرحله اللي جايه في خلال 20 يوم الراحه ان شاء الله يكون في اخبار مبشره كثيره جدا توسع كل جمهور النادي الاهلي على هذا الثنائي، قيمتهم كبيره جدا محمد، منتظرينهم في بدايه الموسم القادم مع كل الصفقات
الحقيقه يمكن مجلس اداره النادي الاهلي تعامل بكل حرفيه سواء في لاعبين المعارين الصفقات اللي هتكون متواجده، عشان كده بنوجه لهم كل التحيه والتقدير ومنتظرين ان شاء الله من السكواد الرائع اللي مع فريق النادي الاهلي في الموسم القادم زي ما قدرنا ان احنا نفنش هذا الموسم بالعدد الكبير جدا من هذه البطولات. عندنا طمع كبير جدا زي ما جمهور النادي الاهلي بيحاول ان هو يبقى عنده طمع في البطولات، ان شاء الله باذن الله يكون الموسم القادم لفريق النادي الاهلي احسن من الموسم الماضي، وباذن الله مباراه الغد يا محمد تكون من نصيب النادي الاهلي. طيب تتوقع كده ممكن في خط الدفاع في ظل غياب يعني بيتكلم في ياسر ومتولي ومنعم، هل بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه الداخليه في الكاس نفس المجموعه ممكن تلعب في مباراه المصري، ولا ممكن يكون في تغييرات شويه على شكل التشكيل يا كريم؟ يعني لو بالنسبه لخط الدفاع محمد انت عندك عناصر محدوده الحقيقه، فيمكن من الواضح ومن خلال الرؤيه نفس التشكيله او نفس الشكل الخاص بخط الظهر. ممكن نشوف بقى كريم الديبيس ممكن يريح علي معلول، يمكن كل الامور دي متروكه لمستر كولر، لكن انا بتكلم تحديدا في المساكين، انت ما عندكش يمكن غير هؤلاء اللاعبين، لكن يمكن مستر كولر بيفاجئنا، ممكن تلاقي كوكا بيلعب بمساك، ممكن تلاقي اي حد يمكن ما تتوقعوش، لان الراجل بيبقى له رؤيه ليه مهام، الراجل بيحاول ان هو يوصل المهام اللي انت عايزها من اللعيب. لكن بنسبه كبيره محمد يعني التشكيل هيكون زي المباراه الأخيرة في ظل طبعا ضيق الوقت وفي ظل الإصابات وفي ظل كمان الجهد الكبير جدا اللي لعبتنا بذلوه، ده الأمر المهم إن احنا بنقول أي لعيب يكون متواجد، هي فرصة طبعا في المباراة الأخيرة مباراة الكأس، مباراة مهمة فيها مفاجآت محتاجة كل التركيز، عشان كده إن شاء الله خالد موجود، هاني موجود، ربيع موجود، كوكا موجود، لابد يكون عندهم تركيز كبير جدا، وأي حد أيضا كمان في ال11 يكون مركز بشكل كبير جدا، لأن جمهور النادي الأهلي منتظر هذه المباراة تحديدا نكون نهاية فريق النادي الأهلي في بطولة الكأس بشكل يليق باسم النادي الأهلي، ويكون أداء ونتيجة إن شاء الله يا محمد من نصيب النادي. لله. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي والموجود حاليا في مقر النادي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه الاخبار والمعلومات عن استعدادات الفريق لمباراه المصري. طيب حلقتنا جريت معاكم بسرعه، ولكن قدر الامكان نحاول ناخد المشاركات، لان السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه توقعاتكم للتشكيل وكمان توقعاتكم للنتيجه، ودي اخر مباراه في الموسم، فمهم جدا ناخد تعليقات كل الساده المشاهدين. طيب استاذه هبه بتقول الاهلي هيفوز 0-2 ان شاء الله، التشكيل الشناوي معلول رامي خالد عبد الفتاح هاني ديانج مروان قفشه الشحات تاو كهربا. طيب نشوف بسرعه برضو مشاركات على السؤال، استاذ هاني بيقول ان شاء الله ختامها مسك، المهم 11 راجل في الملعب، اتوقع التشكيل كالتالي: الشناوي عبد الفتاح ربيعه معلول هاني مروان ديانج قفشه الشحات تاو كهربا، النتيجه 3-1. تحياتي لحضرتك، اهلا بيك يا استاذ هاني. استاذه نوره نفس تشكيله الداخليه تقريبا، الاهلي هيفوز بثلاثيه ان شاء الله، شكرا ليكي يا استاذه نوره، وبشكر كل الناس اللي بتشارك معانا وبتبقى حريصه على المشاركه في الاجابه على السؤال على مدار الموسم، موسم كان طويل، موسم كان شاق جدا، ولكن الحمد لله حصلت فيه نجاحات كبيره وعديده على جميع المستويات، حققنا الخماسيه، بكره اخر مباراه في الموسم، ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله يفوز على المصري ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس مصر في انتظار مواجهة إنبي فيما بعد لما يتحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر ومباراة النهائي. النهارده هي الحلقة الأخيرة من برنامج الترند في نهاية الأسبوع. بعد مباراة الأهلي والمصري هتكون في أجازة وراحة سلبية لغاية لما يبدأ الفريق يستعد للموسم الجديد مع استئناف بقى المباريات إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. بنشكركم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي بكم قريبا إن شاء الله بعد فترة الأجازة والراحة عشان نستعيد الحديث عن الموسم الجديد ونشوف الاستعدادات بالنسبة للمرحلة اللي جاية. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.